تدرون ليه؟ لأن نبغى الشباب ونبغى المسلمين يعيشون على لا إله إلا الله عشان يموتون عليها. إلى متى يا شباب وشبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله؟ إلى متى يجون الشباب في المغاسل؟ يجون والله العظيم جابوا عندنا في مغسلة في جدة عمره 21 سنة اسمه ياسر. ياسر مات بسكتة قلبية، جابوا إلى مغسلة الأموات، دخل ولد عمه مع المغسل، اسمع إلى هذه القصة، دخل ولد عمه مع المغسل لكي يغسلوا ياسر، جردوا ياسر من ملابسه، بدأوا يغسلون ياسر، لحظات بعد الغسيل، وإذ بالله جل في علا، لحظات بعد الغسيل، يخرج ولد عم ياسر من الباب، ويفتح الباب ويصيح، يقول الصلاة، 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 قال له إيش فيك وقت نصايح ذا الحين؟ قال تبغون تعرفون إيش فيه؟ ادخلوا شوفوا، والله الذي لا إله إلا هو. دخلوا يا شباب ورأوا ياسر، رأوا ياسر، قلب الله جل في علاه بشرته من سرته إلى على رأسه إلى سواد شديد، وصديد من أذنيه لا يتوقف. تظنون ياسر لوحده؟ والله كثير من شباب الإسلام يجينا أبيض أبيض، يدخلون المغسلة يتسود وجهه لي، لأنه ما يصلي، لأنه مات على الخمور وعلى الشهوات والمخدرات. والله الذي لا إله إلا هو، سألوا عن حال ياسر، قالوا ياسر مات ما يصلي، ياسر مات وما ينام إلا وسماعة الأغاني في أذنه، ياسر الوحدة. لا، خذ هذه القصة لشاب عمره 17 سنة في الصف الثاني ثانوي، يجيبونه مغسلة الثنيان عندنا في حي الصفا في جدة، يجيبونه أبو 17 سنة في ثانية ثانوي، يجلسونه ويحطونه على دكة الغسيل، يجردونه من ملابسه، يبدأ المغسل يبغى يغسله، يحط الموية في فمه، يدخل إصبعه عشان يحرك الماء، تدرون إيش لقى؟ لقى مغسل الأموات هذا الشاب صاحب 17 سنة الذي قبض ملك الأموات روحه وأخذ هذه الأمانة بسكتة قلبية، يجدون هذا الشاب مات وفي فمه حكرة وشمة حطها في فمه، ما أمهل ملك الموت أن يخرجها. إلى متى؟ إلى متى والشباب يموتون على غير لا إله إلا الله؟ يلقونه في طريق الرياض الزلفي، يلقونه في طريق الرياض الزلفي مقلوب السيارة به، يلفظ أنفاسه الأخيرة، يقولوا له الطيبين واقفين عند رأسه قل لا إله إلا الله، وهو يقول عطوني دخان قل لا إله إلا الله، قال عطوني دخان قل لا إله إلا الله، قال عطوني دخان، ومات وأصابعه على